المرورية المحدودة، وفعلا ده الواقع. الحمد لله ما عندناش أي اختراق في بداية اليوم بوقوع أي حوادث أو مصادمات لها تأثير سلبي على الحركة المرورية. جميع المحاور تقريبا حالة المرورية عليها متوسطة أو أقل متوسطة، بداية من محاور التبادلات بين القاهرة والجيزة، كوبري أكتوبر، كوبري الجلاء، كوبري 15 مايو، كوبري عباس، كوبري الجامعة، كوبري الساحل. كل هذه المعابر بين القاهرة والجيزة تعمل بطريقة مرضية تماما، ما عندناش فيها أي معوقات لها تأثير سلبي على الحركة المرورية. جميع المحاور المؤدية لمناطق الجيزة للقادم من أعلى الدائري سواء جاي من محور صفت أو محور عرابي أو محور المريوطية، جميع هذه المحاور بتعمل بكثافات مرورية أقل من متوسطة، ولذلك احنا ما بننصحش بتغيير أي مسارات في بداية اليوم. جميع الميادين الهامة داخل الجيزة، ميدان جامعة، ميدان المنيب، ميدان الرماية، جميع هذه الميادين بالمحاور المرتبطة بقى بتشهد سيولة وانفراجة مرورية. باقي المحاور الداخلية داخل الجيزة، ودي بتهم قاطين الجيزة من شارع النيل في الاتجاهين جامعة الدول العربية بجميع المحاور المرتبطة بها، شارع الدقي، شارع التحرير، شارع البطل، شارع فيصل، الهرم، السودان، كل هذه المحاور الرئيسية بتشهد الحمد لله سيولة مرورية وبدون أي معوقات. أعمال الصيانة أعلى كوبري الدقي مستمرة، وإن شاء الله تنتهي في الميعاد اللي احنا حددناه مع الشركة المنفذة قبل بداية شهر رمضان. عندنا أعمال الصيانة ما زالت برضه مستمرة أعلى كوبري العمرانية، إن شاء الله يتم رفع كافة الأعمال أعلى كوبري العمرانية الساعة 5 صباح باكر إن شاء الله. خلاف كده ما عندناش أي حاجة لها تأثير سلبي على الحركة المرورية. وفي النهاية طبعا بنتمنى